معرض الجزائر للكتاب وفي طبعته الأولى يعد متنفساً للعديد من الناشطين في المجال، خاصة في ظل تذبذب مبيعات الكتب بالجزائر منذ بداية أزمة كورونا. أثرت بالسلب شوية علينا في الأول، بس الحمد لله يعني قدرنا خلال، طبعا احنا مرفوعين نخدم مع الجامعات، طبعا مع مؤسسات الدولة، مع معظم الأفراد، مع الروفوندير، مع المكتبات، كل حالة كامل قفلت ما صنعش حاجة تاني. اضطرنا ان احنا نتوجه الى اللي هي السوشيال ميديا، وجدنا حلول. كان عندنا اصلا باج على الانستجرام، باج على الفيسبوك، بدينا نشترك في معظم الليسيت اللي هم كاينين على اجل الواحد يوجد حلول بديله ازاي يطلع من الازمه اللي فيه. 2020 توقفنا يعني نهائيا بسبب الوباء، بسبب الخوف، بسبب، لكن الان عدنا تقريبا 3 أشهر فقط. يعني اخذنا قرار زمام الامور اننا لابد الكتاب لا يتوقف، يعني الكتاب، لانه الكاتب يبقى يكتب، خاصه فتره كورونا هذه التي الهمت الكاتب وكتب كثيرا عن على 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 كورونا. الازمه الصحيه اعتبرها البعض فرصه لدور النشر لاستقبال عدد اكبر من اعمال مؤلفين جزائريين كانت وجهتهم سابقا دور نشر اجنبيه، ناهيك ان هناك من استفاد من الوقت لمراجعة أعماله والتدقيق فيها. العام هذا تاع الكورونا كنت اعتمدت فيه تنقيح الكتاب وإعادة المراجعة اللغوية للكتاب وما إلى ذلك. دور نشر كنا نتعامل معها في أوروبا في كذا، هذه من الناحية العملية تم توقف العمل معها بشكل مباشر، إلا أنه كانت فرصة لنعطي دفع لدور النشر المحلية على المستوى الوطني نتعامل معها بشكل أكثر. في 2020 أصدرت 150 عنوان جديد 2020، وفي 2021 راني بحدود 170 عنوان في 2000. كل هذا يعني كيغلقوا الحدود وغلقوا يعني المعارض الدولية، المؤلف الجزائري ولا يشوف دار النشر الجزائرية هي اللي تطبع له، هو اللي ينشر عندها. 216 دار نشر تشارك في معرض الجزائر للكتاب، مساحة من شأنها إنعاش سوق الكتاب بعد ركود نسبي راجع لتداعيات تفشي كورونا.